بدت قصة مشروع شركة هجورة العربية لما كان والدي الله يطول بعمره طالب في السبعينات في أمريكا، شاف أن المنتجات تحويلية كثيرة من محصول الذرة، وأكثر من 100 إلى 150 منتج حولوا الذرة إلى منتجات أخرى. فكانت تدور في رأس الفكرة، تدور في باله، ما خلى مركز أبحاث في أوروبا في أمريكا في شرق آسيا إلا زارة، بحيث أنه نطور منتجات تحويلية من التمور. اللي أنتجناها الآن هو زبدة التمر اللي هي شوكولت من غير سكر، وأنتجنا مربى التمر، وأنتجنا كريمة التمر وبودرة التمر اللي هي هو يستخدم محلي أو بديل للسكر في المخبوزات في أغذية الأطفال. منتجات الشركة متوفرة في أغلب السوبر ماركت، موجودة في المحلات الشعبية أو منتجات قصيم من خلال المتجر الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. تجربتنا مع المركز الوطني للنخيل والتمور أننا نشارك معهم في معارض محلية ومعارض دولية لإيجاد مستثمرين ومستهلكين للتمور. طبعا شركة هجور حاصلة على شهادة من هيئة دواء الغذاء، عندنا شهادة من الصادرات السعودية، تمكننا من خلالها التصدير لبعض الدول خارج المملكة. الهدف الأول والأساسي لتطوير صناعة التمور أول شيء زيادة الصادرات السعودية والوصول للعالمية ووجود المنتجات السعودية عامة في كل دول العالم إن شاء الله، لأن صناعة التمور وصناعة التمور التحويلية هي أحد ركائز رؤية المملكة 2030 ومن أهم أهدافها. لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فقط يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة، لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.